دوامنا الثاني في مدريد صادف مباراة بين ريال مدريد ونادي ثاني اسمه رايو فالكينو، ورحنا نحضر مع ان ما لنا دخل اصلا. بس اهم شيء ندخل الملعب، المشكلة ما وينك، لازم تذكر عشان تدخل. لازم ناخذ لفة ونشوف، واحتمال ان المباراة بدأت فما عاد يبيعون. يا رجل لازم ندخل. بعدين شوف الريال مدريديين مهزومين واقفين برا ما لهم في ال just for two minutes to see the game. والله ما في بطر. ما في عمل يا شيخ، بطرب ادخل. هلو وير كان اي باي تيكت جست فور 2 مينتس تو سي اند جو؟ ابسولوتلي نو. طيب ما جبنا اعلام ولا جبنا شيء يا ابن الحلال، سهلات. اطلع نواف انقز، شوف يمديك تشوف شيء بسرعه، بغطي لك انا. يلا يلا. شو الوضع؟ جيد؟ حاطين ايس كريم بخيول عشان ما حد يطل. عندهم لانك ما شريت تيكت او تذكره فحقوق الطل ممنوعه للاسف. مبسوطين ان ريال مدريد جايهم، ففعليا الاغلب الجمهور مو بريال مدريد. بالجمهور فعلا ما يشجع ريال مدريد، حتى لو يشجعون ريال مدريد بس المره هذه غيروا، المره هذه يشجعون قريتهم. نشتري فولكينو؟ لا. شوف فريق العكس، فولكينو فريق القريه اللي ضد فولكينو. تبي تجيهم هم توهم فايزين على ريال مدريد تلبس حق القريه اللي عكسهم؟ والله بتتصفق. بعد ما حسينا ان نادي رايو فالكينو هو اللي بيفوز، خاصه انهم متقدمين 2-0 على ريال مدريد، تحمسنا نشجع الفريق، او بالاصح نضغط جمهور ريال مدريد. طيب دي هاف ابو كلب نات اوريجينال ريبليكا، كيف المقياس؟ انا واقف فين؟ ترى هذا مو هذا اللي حاطين ذي الاغراض ما في الكوره. هل تقدر تتنفس؟ هل احنا قاعدين نزيده بشكل او باخر؟ لا شوف، انا مع التعصب الطقطقاوي يعني، وهذا اللي يصير. اي طقطق عليه شوي ثم خلاص تروحون تاكلون مع بعض ولا لا؟ واللي وش طيب الغلط؟ ترى احنا عندنا جايين عند الرساله، لازم نوصل رسالة. الغلط انك يعني ما تسد مثلا، ما تدعم وكذا، ما تكبر موضوع، وان هذول وفي رشوه وما ادري بايعين قرارات، تتحلف وتقعد طفيات في الاستراحات. ما يصلح الموضوع، ما يصلح اخوان ولا تروح الدوام، ما يصلح، لازم تكون بيننا روح رياضيه. يقول جابوا ريال مدريد الهدف الثاني، فعليا هدف التعادل الحين، ف اخاف انطق يعني. انه الفريق بينهزمون صراحه، واضح انهم بيترقعون يعني ذا، لكن كنوع من عدم التعصب بلبس تيشيرت المهزومين واحيي الفايزين. اوكي يا الاسباني صح، يا الاسباني لا يلا الفلكيني يا الفلكناوي الفلكناوي صحيح. يلا في تبديل، في تبديل. من بتلعبون؟ ما ادري. تعرف اي احد في فالكينو؟ ابدا. تعرف الكابتن؟ المدرب، مدير الفريق؟ حتى ريال مدريد اعرف منهم بس شو اسمه. اصبر، فيه هنا ممكن نشوف شيء. برشلونة. وهنا نشوف درس بسيط من اسبان، كيف تعتني اذا دفعت ملايين عليها هذه البوابة الالكترونية. الاتحاد السعودي ما قدر يسويها الان، تسكرها ببلاستيك بس، تحط عليها غطاء وخلاص، الوضع بسيط. هل في مكان من وراء؟ لا. خوسيه رودريغيز. من دخلته الحين؟ من لعبته؟ طلع خوسيه رودريغيز، دخل لوكا، ما ادري وش. ما ادري، عندي احساس ان هذا الفريق قاعد، هذا الحساب قاعد يعطيك من اللي يطلعوا من مدريد. ايه عرفت اللي اذا طلع احد من فولكينو يقول طلع واحد من فولكينو. ما اتوقع انه في حساب فولكينو. ريال مدريد برشلونه اتس اوكي. بيبل دونت هيت ايتش اذر يو نو. شوف والله الديره كلها روح فولكينو. شوف حبيبي على الصيدليه معلق العلم حق فولكينو. You like Real Madrid too? All Barcelona people like that or
يلعبون الملعب في وسط الحارة، ففي ناس فعليا طالعين مع الدرايف عشان يشوفون المباراة. الدور اللي في النص فعليا المفروض ان احنا نآزر الان فولكينو اكثر. ايه ايه يعني اذا طلعوا تعيش دور الاتحاديين تقول شو اسمه ايش هل ممكن يقلبون الهجمه؟ ما تدري، جابوا 2-0 في البدايه. قاعدين يقول اسم الفريق اليوم غلط، كل ما قلت فولكينو يقولون ريو ريو. مو بكل يوم تفوز ولا؟ من اللي فاز؟ ريال مدريد، بس احنا انهزمنا. فانت مسوي انك متعود على يعني تجربتك مع الفريق وكذا ايه عشت معهم يا اخي نص ساعه وساعه ربع. ناس يمشون في الشارع يقولوا يلا ما عليه ما عليه. مشكلة ما كنت ناوي انت تشجع راجو هذا ولا ريو فولكينو ولا فعلا كنت ناوي اشتري ريال مدريد إيه؟ لكن غيروني على الديرة هذول. في عندهم حماس يا اخي ديرتكم ما مو هو بموضوع تشجع اللي يفوز. ايه وش صار؟ ايه تسمع من الاخر الناس قامت تتسرب، شايف الناس طلعت قبل تنتهي المباراة. ايه بس كم باقي دقيقتين تنتهي الظاهر. لا ريال مدريد خلص المباراة. خلص المباراة للأسف. ايش صار؟ نهاية اللقاء 3-2 ريال مدريد. يا أخي في واحد طاح فيها السعوديين زي جيم أوفر هارد لك. والله ما حد يدري إيش معناها ولا إيش دخلها. هارد لك. إيه هارد لك، كيف تقول هارد لك بالأسباني؟ هناك عزة صحيح، في طالعين شامخين يا اخي قدام ريال مدريد جايبين 2 في البدايه. صحيح. صراحه تحمست يوم دريت ان النتيجه 2-0 فقمت شريت تيشيرت وازرت اهل الديره على اساس انه بنفوز، لكن للاسف هزمنا. وزي ما انتم شايفين ريال مدريديين مره مبسوطين لأنه هو برشلوني فريال مدريدي. صراحة الديرة كانت مرة رهيبة، طلعوا كذا وشحليلهم وسروني مع إنه ما يدرون من أنا ولا يعرفون ولا يفهمون شيء. كونغراتس كونغراتسيلو كونغراتسيون. حبيت النادي صراحة وأتوقع إني بشجع دام عندي الشيرت، خلاص شريته وأخذ أتوقع آخر تيشيرت بشتريه. كونغراتيليشنز يو ريال مدريد مي برشلونة. إتس جود. حاولت استفز المدريديين صراحة بس كان صعب استفزازهم. توقعت ان بيشوفوني برشلونة بنطق ولا شيء، بس مشت الأمور. هذول اللي فوق لسه عملي الوحيد اني اضغط مدريديه. مدريد مدريد ريال مدريد ريال مدريد ريال مدريد 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 برشلونه 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 برشلونه. بما اني مشجع من هالديره ف يعذروني. راجو كل مدريد يا ابوي بعد ما انهزم فريقنا وخربت خططنا قررنا نصير مدريديين ونحتفل مع حقي ريال مدريد في ملعبنا.
الوضع كان غريب الصراحة حول الملعب، ما في جماهير ولا مظاهر احتفالات. هذه البقية أنا شفت كبسة في إسبانيا وتلخبط. يقولون إنها اسمها بقية يعني بقية. والله إنه طلع برد. برد. نعبالنا بنروح مدريد ومن الحر وذا. وين بوابة؟ سانتياغو برنابيو. بعدين ليش اسمه مو ريال مدريد؟ الملعب. والله ما أدري صراحة. أوف أوف أوف. أما هذه متزوجة جوا. أتوقع فيه ناس يعرسون هنا من الهوس الإسباني. إيه صح. والله على مسكرة. لا أتوقع هذه بوابات الملعب. ما في مباريات اليوم. هذا مطعم ريال مدريد. وش يطلع على الملعب ممكن؟ ايه صح يطلع الملعب خطير. تجلس خلينا تشوف مباراه هنا. ما اخذ الوضعيه. اوه بلا سجلوا هدف. تقشيم. ايه فصفص. شوف مكتوب بالعربي بيش بيرحت بيح ترحيب. ما ترحيب يا اخي. لازم الشباب اللي شغالين في الشركات نشوف لهم برنامج يكتب عربي صح. دائما كذا قريته من يطلع راحه يا با ترحيب. من 10 الصباح إلى 7 مساء. Sunday and bank holidays. في عطلة البنوك. سكرون 6:30. كم الساعة؟ أوروبا فيها إشكالية بسيطة صراحة. لو تخلوا عنها كان دعسوا كأمة. يعطلوا أشياء مرة كثير. مرة كثير. هذا ليش يسكر طيب إذا البنك معطل؟ أتوقع إنه ما لجتها فلوس ما يدري وين يودعها فيه. أوه صح بيبلش بالدرج. إيه ولا عندهم أتوقع صراف إيداع. هنا خبرتك السابقة كبانكر صراف بلشت. عقب ما استوعبنا أن ما من احتفالات لقينا قدام الملعب أشجار العالم. قررنا نحتفل بشجرة السعودية. مو بأنها أي شجرة. لا هذه شجرة من الكويت جت. شوف اللي وراك هذه من جزر الكيمن. أوه هذه الكاميرون. وش وراء الكاميرون كذا مصفطة يابسة. هنا أرجنتين تشيلي. هذه ظاهرة أمريكا الجنوبية. وش دخل الكاميرون في الكويت؟ في الجزائر الكاميرون حطوها عرب شوي شوي عرفت. ما من سعوديه في ذا. في سعوديه؟ لا وش الدول؟ بيرو ما ادري وش. شوف طيب بس شفت شجر السلفادور صار فيه؟ هل يمثل الوضع السياسي عندهم ولا الاجتماعي ولا ما ادري ايش اللي صاير؟ هذه زي اللي عندنا في السعوديه واجد. وش هي؟ من ذي نيوزيلند. شوف فرنسا مضبطين وضعهم. اي مضبطين وضعهم. مفسخ الشجره بالكامل تونا عليها قلب. يوغوسلافيا. اما شوف ذي اليوغوسلافيه هذه مين؟ روسيا. كذا تكتب روسيا بالاسباني صح. هذا شعار روسيا صح. علم روسيا. ارس اوستريا المانيا فدرال تشيكوسلوفاكيا. هذه والله ما في امل تكون السعوديه. هنغاريا المجر خلصت. بولندا. من مدير المكان هذا؟ والله زعلت. نجيب له خلاص غيره قدام سانتياغو برنابيه. ما في خلاص غيره تمثلنا كله من ذا الراس. والله كني احس ان ذا الراس هو اللي يا اخي. شعور سيء. شعور سيء انك تجي ما تلقى شيء يدل على السعوديه. لا انخلاه لا اثل. لازم صراحه حتى الكويت ما هنا ذاك البعد صح. إنه يعني ربع وذا مع بعض بس يعني وكويت إنهم جايبين خلاص راح الكويت. الكويت ما فيها نخل واجد حقين صيد.
بكرة صادف يوم الجمعة، وكانت الخطة أن نصلي في المركز الثقافي في مدريد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I have finally found the courage to speak about those days. I was young, so naive. Now my heart is breaking up. Cause I know I let you down. Hello, can I tell you? I'm just looking in the mirror. Pyar, pyar, pyar. بعد الخطبة والصلاة جاء الوقت اللي قلنا نتعرف فيه على المركز والعاملين فيه. طلاب السعوديين كيف علاقتك معهم؟ حنا علاقتنا طيبة معهم، علاقتنا بالملحقية والإخوان في الملحقية يجون كانوا عندنا صحيح. هنا وصلوا عندنا سمو السفير والملحق الثقافي وعندنا القاعة هذه، ونحاول أن احنا أي مناسبات أو أي اجتماعات أن احنا نخدمهم في هالجانب هذا. والفصول اللي موجودة هنا، فصل اللغة العربية ومدرسة الخياطة والأشياء اللي موجودة، هذه بعضها مبادرات قديمة وبعضها جديدة. طبعا شوف، أي مسؤول يأتي يجب أنه لا يتوقف عن على الحد اللي وجد عليه العمل. فإحنا المدرسة هذه أول ما جيت أنا كان فيها 320 طالب وطالبة. إحنا عندنا مسؤولية لأبناء الجالية، فيجب أن إحنا نوجد حل لتعليمهم. الآن لا يمكن أن نرد أي واحد، ما شاء الله. كل ما اكتمل عندنا فصل فتحنا فصل له. جميل. الروضة نفس العملية، عندنا روضة الآن فيها حوالي 55 طفل. وفي رمضان يتغير الوضع شوي. في رمضان الروضة هذه نخليهم يحفظون الأطفال هذولا أولا عن الإزعاج، وفي نفس الوقت أولياء الأمور يدخل يصلي وهو مرتاح. صحيح. فنأخذهم من بعد صلاة المغرب إلى الساعة، طبعا في الصيف الأذان 12 إلى ربع رمضان. 12 إلا ربع المساء. العشاء إيه. غابت المغرب الشمس. المغرب 10 إلى ربع. والعشاء 12 إلى ربع. فنأخذهم إلى نهاية التراويح. بعد التراويح يجون كل واحد يستلم. تراويح كم؟ ثنتين؟ لا نخلص وحده وشوي. وحده وشوي. إيه. فهم يجي للعشاء. هذا بدون مقابل. ندفع مكافأة بسيطة لثلاث معلمات في الروضة. طول فترة رمضان. طول فترة رمضان. كل من جاي بيصلي يجيب طفله. وفي نهاية رمضان نسوي لهم حفل للأطفال هذولا في يوم العيد. واضح إن في تناغم بين إدارة المركز والمجتمع اللي حول المركز. لا الحمد لله، الحمد لله علاقتنا طيبة بالجالية، وإحنا يعني سبق قلت في أكثر من مناسبة مهمة المركز هي تهيئة بيئة للعبادة وبيئة للتربية. الآن إحنا في أسبانيا، الآن عندنا مركز مدريد، عندنا مركز في بنخرول، وعندنا مركز في ملقا، وعندنا مركز مسجد الملك عبد العزيز في مربية، وعندنا مركز الملك خالد في الكناري. خمسة مراكز هذه في أسبانيا فقط، وكلها ممولة ومدعومة من رابطة العالم الإسلامي، منظمة عالمية، وأهدافها ثقافية إسلامية. أهدافها ثقافية إسلامية، لا تدخل في سياسات دول، وليس لها أجندة سياسية، هي وضعت في الأساس لخدمة هؤلاء المسلمين اللي يعيشون في هالبلاد. يعني تصور أنت، شفت الآن صلاة الجمعة كم يصلي بالآلاف. المملكة هي الدولة الوحيدة التي تتميز بخاصية وميزة لا توجد في دول العالم، هي قبلة الناس. المركز هذا قبل أن يبنى جلسوا الجالية سنوات يجمعون تبرعات، إلى أن هيأ الله عز وجل الملك فهد وبنى المركز بمنحة من الملك أخوان كارلس على مساحة 14,000 متر. میرا پیار میرے ربی غفور و رحیم ہر سانس پہ تیرا نام
سبحان الله وبحمده. الله يحييك يا حالك. الله يسلمك. اللي جابني الله يسلمك في عام 2009 كنت لازل طالب في قسم القراءات في جامعة أم القرى في مكة كلية الدعوة، وجانا اتصال من المركز هنا يبقوا يعني قارئ يصلي بهم التراويح استضافة. ما شاء الله. ثم رجعت المملكة عادي وكملت دراستي، تخرجت من الجامعة ودخلت إعداد تربوي وبدأت تطبيق في التعليم العام، درست المرحلة الثانوية 4 شهور. ثم في عام 2010 جددوا الدعوة المركز وجيتهم صليت، جيت صليت معهم، صليت معهم العيد ثم رجعت جدة. طبعا بديت خلاص في دوامة تبحث عن عمل في المملكة. بعد 20 يوم من شوال جاني اتصال انهم يبغوا يسووا دورة في تعليم القرآن وشيء من هالقبيل، واني اذا ما عندي مانع ارجع. مين كلم؟ دكتور سعود مدير المركز. طبعا كان امامي بس مجالين، اني اما اقدم معيد في الجامعة او اقدم ماجستير او ادخل في التعليم العام. كان عندي تحفظ على مسألة اني اصير مدرس لاني جربت التدريس، يعني المنظومة التعليمية كان عندي فيها اشكال انه عملية روتينية خصوصا في التخصصات الدينية فما يخرج شيء من الابداع للواحد يتصوره. وتكلموا معي عن الوظيفة هنا عليها، وهذه الآن أنا السنة السادسة هنا. ما شاء الله. مشت أمورك؟ كنت مبسوط؟ مشت أموري الحمد لله. وطبعا كان في بعض العقبات البسيطة أو يعني بعض الموانع عند الوالدين، يعني فجأة تبتعد عنهم. صحيح. وما كان فكرتك أنك تروح تدرس برا أو تروح تشتغل برا وتخرج من البلد فجأة، لكن هم سمحوا لي على شرط أني أكمل دراسة، وهذا اللي حصل الحمد لله. وإن شاء الله خلال شهور أناقش الماجستير إن شاء الله. أنا ظللت أخطب بالعربية إلى عام 2013. في منتصف عام 2013 حصل حوار بيني وبين الأخ المترجم في المركز، وقال لي يا أخي عندك لغة لا بأس فيها تستطيع ترى. قلت لا يا شيخ صعبة، إيش هذا، أنا طول عمري أخطب بالعربي فجأة أبدأ أخطب باللاتيني هذا وخاف أجيب العيد. قال ما هو العيد هذا هو اللي حيعلمك. قال لي لو ما تجرأت عمرك ما حتتعلم. المشكلة المكان صعب، ما هو جدا. أيه. جدا. وقال لي الجمعة الجاية، وهذا كلام كان الأربعاء يا رجل. أي والله. وفعلا يوم الجمعة هذا كان من أكثر الأيام يعني توتر في حياتي. والله ما لومك صراحة. يعني أذكر أني طلعت المنبر، الخطبة كانت عن الدعاء أو شيء عن أي، كانت عن الدعاء، وأنا خطبي صغيرة حقت 10 دقائق ربع ساعة. ولا أنسى أنه لما انتهيت من الخطبة الأولى قلت الخطبة الأولى بالعربي وأسوي لها ملخص صغير بالإسباني. السلام عليكم يا ربي يا ربي يا ربي. أبو عبد الله مدير المركز لزم علينا ياخذ بنا جولة في أرجاء المركز، اللي تفاجأنا بأنواع وكمية الأنشطة اللي تصير فيه. طبعا نقيم حنا سنويا. نعم. احتفال كوميدا تبع مدريد خاصة بالكاراتيه، برياضة مدريد كلها جميع الأندية اللي تلعب كاراتيه في مدريد نقيم الاحتفال هنا في آخر السنة بدون مقابل. كانوا يأخذوا الرسوم ورفضت الرسوم، وايضا ندرب اطفال المسلمين. الحمد لله كم عندك من الطلاب؟ عندي تقريبا 38. 38 طفل اليوم دون 14 سنه. اليوم عندهم تدريب، اليوم موجود، اليوم عندهم تدريب بعد العصر. وين اللي بيبارين يتفسخ هنا عشان يلبس لبس الكاراتيه؟ غرفه خلع. هذا مستودع، هذا مستودع. احنا نقدم القاعة وين يوسف؟ احنا نقدمها للشركات وللبلدية الأسبانية تجي تقيم مناشط هنا مجانا، مؤتمراتها لهم للشرطة. Sister, if you wanna yourself marry.
المهم فيه يجوا بنات هنا يتعلموا تطريز، يتعلموا سيراميكا، يتعلموا أشياء كثيرة، منها التصميم على الورق، منها الرسم مثلاً. تعلموا القصة من نحت أشياء كثيرة. كله هنا بالحق الآن رافض أخواتي. تسوي ملابس الجالية بسعر أيوة. رمزي يعني تقصر البنطلون بيورو ونص. مثلاً هذا. إيه. ما شاء الله. بدل ما تروح تقصر البنطلون في الكورت إنجليزي ولا ب15 تأخذ يورو. صحيح. إيه صح. عظيم جدا. تأهيل بنات المسلمين على الخياطة يتخرج عندها كل سنة ما شاء الله بنات يتعلمون. تقريباً 27 سنة. ما شاء الله. في المركز. في المركز مو موظفة. طيب كيف الفترات الماضية تجربتك في المركز؟ الحمد لله قابلت ناس كثار الحمد لله، ويجونا نساء من السفارة، يجوا نساء من الجالية المغربية، من تونسية، مصرية، في كثير. ويستفيدون يعني من نعم كل طبعاً طبعاً. هذه هي خيطة، هذا مثلاً هنا يتباع غالي. أيوه. هي خيطات هنا ببلاش. جميل. هل في أحد قرر يحترف أو يطلع؟ في بعض الأخوات عملوا أماكن يعملوا فيها الريبلوس، يعملوا محلات. محلات. أيوة. واحدة من الأخوات فتحت محل الخيار. مو واحدة كثير. أنا نعرف من هنا في مدريد. نعم. شكرا لك. جزاك الله خير. بعد الجولة المتنوعة والمثرية اللي عرفنا فيها بأن المراكز الثقافية الإسلامية هي لكل شيء، ما هي بالأشياء الدينية بس، لأن الدين هو الحياة. المهم أن أبو عبد الله ما خلانا نمشي قبل لا نتغدى، وقعد ساكت لين فاجأنا بأن المركز فيه مطعم أصلا. بعد الغداء تعرفنا على عبد المجيد، واحد من السعوديين اللي عايشين في مدريد، وتواعدنا حنا وياه نطلع من بكره الى طليطلة. هلا كيف الحال؟ طيبين؟ الله يسلمك. عبد المجيد مدرع سلطان طيري. نعم. بالسناب لا الله يسلمك. كل طليطلة الله يحييك. اخذك طليطلة يلا. من مدريد. تبغون رحنا ختينا. ما عندك مشكلة. انت بس على خطوة. اي نعم اذا نكون فاضيين وديتكم صحيح. اليوم إجازة وفرصة الواحد يتعرف. كم سيارة مشوارها من مدريد؟ والله بالسيارة حوالي 80 كيلو وبالقطار 20 دقيقة. قطار سريع. القطار أسرع من السيارة. إيه 20 دقيقة. لا سيارات بطيئة أتوقع. ما أتوقع. والله 80 كيلو على حسب السائق من وين. يجيبها في 20 دقيقة ولا في ساعة. طليطلة قريبة من مدريد ومليئة بالمعالم الإسلامية، لكن مدريد يمكن الغالبية ما يعرفونها أصلاً كلمة عربية. مدينة مدريد. مجرى الجليد. مجريد. هذا هو أصل الكلمة، كلمة عربية، وكان المسلمين هم اللي أسسوها، ما كانت موجودة قبل. امشي امشي، هذا انت لابس جاكيت مو بهذولي بشورتات المنتخب اللي قاعد يلعب الحين. طيب ايش بالاسباني؟ فوتبولي؟ في الليل كلمنا اخويانا السعوديين اللي داهمناهم امس في شقتهم، وقالوا ان عندهم مباراه مع فريق اسباني. شوف لي اختي ما وصلت. شوف الحماس ما شاء الله، شوف العافيه. ثاني هم. والله من فترة طويلة يعني بدايتنا كانت من وقت أيام المدرسة، تعرفنا على الشباب وهيك، وبلشنا يعني من زمان مدة طويلة كتير نلعب سوا بالفريق، وبعدين بلشنا نلعب فرق أحياء شعبية ومع الجامعة وهالشي يعني. 6 años. En un principio empecé a conocer la gente que venía, empecé a entender. اللي يشوفني وانا هز راسي واتبوسم يحس اني فاهم مع اني ما ادري وش يقول ذا الرجال.
بس بعدها ترجموا لي الشباب، دريت انه هو المسؤول عن تنظيم المباريات بين الافرقه، هو اللي ينسق بطولات الحواري، وتحمس مع ذي الشغله لين سوى له تطبيق على الجوال اي احد يبي يلعب كوره في مدريد. Y yo los hago jugar juntos. Mira, tenemos este día este campo a esta hora a través de mi página web y la gente se apunta. والله علاقتنا جيده طيبه جدا يعني. اعرفهم تقريبا مثل ما قلت لك من شي سنه يعني، اعرف الشباب وكذا، بس كان اياد دائما كان دائما يقول لي انزل العب انزل العب انزل العب، يعني تقريبا من سنه بلشت سافرت وبعدين رجعت. شباب جدا طيبين. Bueno, yo aquí soy de Mallorca, una isla que hay en el Mediterráneo. Y bueno, apoyo a Mallorca, al de mi pueblo y de aquí de a Real Madrid. Ah, Real Madrid. Sí. No Barcelona. No, Real Madrid, número uno. طيب. ايه يعني في الجامعه في يوم الجمعه في براكتس في تمرين وتلقينا هناك ولعبنا وخلاص ان عرب سوينا فريق والحمد لله كله تمام. هلا حاليا عم نلعب كل ثلاثه واحيانا بنتمرن ضد فرق يوم الاحد يوم السبت حسب الوقت الفراغ يعني، لان غالبا هن مثلا عم يدرسوا نحن عم نشتغل حسب وقتنا يعني عياداتنا وحسب هن وقت فراغهم بما انه عم يدرسوا وهذا الشيء. Bueno, a ver, es verdad que hay mucha rivalidad con Madrid, Atlético y Real Madrid sobre todo hoy. Y yo creo que está bien hasta cierto punto si se puede controlar. إنه يقول بأن مدريد مدينة كروية من الطراز الأول، خاصة أنها تحوي كبرى الأندية كريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ودائما ما تكون المنافسة بيننا وبين برشلونة. Ves que la gente apoya su equipo y a veces hay piques, hay bromas y bueno siempre tratamos de joder un poquito al otro rival. كيف تسوي كرة القدم؟ كرة القدم ما أعرف يعني ما تعترف لا جنسية ولا تيجي تلعب تنبسط تتسلى تشوف شبابه. لا بس هنا الأفضل يعني على الأقل يسوون دوري طول السنة موجود، يعني الدوري اللي مسجلين فيه حق سبع شهور تقريبا. في السعودية ما يعني سبع شهور أسبوعيا قاعد تلعب ما عدا الإجازات. في السعودية ما أتوقع إنه في دوري يعني، ما عندك ملعب أنت وأخوياك تستأجره وتلعب 11 بعد يعني ملعب كبير على ما تجيب لك عدد 22 لاعب على ما يعني صعبة شوي. والله فريقنا جيد في الدوري يعني ما هو بشين. التمرين يوم السبت يساعدنا كثير، عرفت زي ما قلت لك احنا مع فريق جامعة ومع فريق ثاني اسباني، فاحنا يلا نحسب يوم السبت نتمرن فيه مع بعض، فنتمرن ان شاء الله وناخذ مع بعض، عرفت يعني تو هذه اول سنة انه نجتمع مع بعض جروب كامل، أربعة ولا خمسة مننا نلعب من زمان مع بعض، لكن في ناس جايين جدد فيبين لنا وقت معهم. يعني كرة القدم مو هالشغلة المعقدة لتتفاهم، كل واحد بيحفظ مكانه بالملعب، بيعرف شلون بده يلعب، شلون طريقته، بالنهاية يعني بتتعود أنت على اللي حواليك، إذا صار لك فترة شوي طويلة خلص بتاخذ على الفريق وعلى على اللي عم تلعب معه. مرة متحمسين عرفت؟ احنا مضغوطين. ها؟ يلا. والله بننضغط يا ابو اغنية. اوف 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 اوف. اتوقع ان كل الناس يتفقون ان لعيبة الحواري افضل من لعيبة الناشئين. فرق كفها فلج جديدة من حروف وقصة الحنة طويلة طويلة في الكفوف كفها فلج جديدة
الرفوف لين صحا في ثيابك يلف ليلة وفي الهبوب.